السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على موقع أسفي جنوب على هذه التغطية الإعلامية. نحن اليوم جينا باش نشاركوا في هذه الوقفة اللي علنات عليها الساكنة ديال هذه المهزلة ديال الكورنيش. مهزلة بما جميع المواصفات، جريمة مكتملة الأركان. يعني باش كنقولوا حنايا جوج المليار ونص راه تصايب لك من هنا لسيد الغزية. حنايا ما كاينش حتى 4000 متر وبدات 4 المليار، هادشي راه لا يتقبله العقل. ما بقاش المجال اليوم فينا نجيو نكذبوا على الساكنة. حنايا كلشي ولا معروف، ناس ذوي الاختصاص قدروا في هادشي ما يوصلش 800 مليون. وفين مشات الفلوس الاخرى؟ كما كتعرف المسؤول على الاول على هاد المهزله وهو عمر كثيرا على راس المجلس الاقليمي لمده 3 ولايات، وقف امام التنميه ديال هاد المدينه، وقف امامها زعما كاين. على العامل ان يرفع جميع التقارير حول هذه المشاريع، وكنشكروه اللي خدا البادره وفتح هاد الكورنيش باش الساكنه تدخل تشوف الفساد بام عينيها. السلام عليكم. متواجدين في الساحه ديال ما يسمى بالكورنيش الاسفي. هذا السطح هذا اللي هو عمليه ديال الفساد مع سرقه الاسرار والترصد، على اعتبار انه في الاصل ديالو فاسد. لان اليوم ملي كنجيو نقلبوا كنلقاو بان مكتب الدراسات اللي دار ثلاثه مداخيل ديال المدينه ديال سد الزوله ديال ثلاثه مدينه ثلاثه وديال حد الحراره، والسطح ديال الكورنيش شد فيها تقريبا واحد مليار سنتيم. اليوم كنقولوا هذه مكتب الدراسات شاد 4 الاوراش داخل المدينه اللي كلها فاسده. اذا اليوم حنا المطلب ديالنا هو يتم الافتحاص ديال هاد الدراسات، كيفاش لانه شاد مليار في اربعه الاوراش داخل المدينه. ولليوم المخرجه ديال هاد العمل كله هو هاد السطح هذا اللي كله بزق ديال عوا، واللي هو عباره على واحد اللوحات تشكيليه اللي خاص يتم فيها الفساد. اللي هو اليوم في حاله اذا ما المجلس البلدي رفض التسليم ديال هاد الكورنيش، شنو المآل ديال هاد الكورنيش؟ واش غيكون عرضه؟ واش غيكون عرضه ديال النهب وديال السرقه، ام ان هناك خاص تخلق واحد الجمعيه، تخلق واحد العمل ديال الجمعيات ان هاد الكورنيش بهاد الشكل خاص يتم الحفاظ عليه. من اليوم باقي الاوراش ما كملاتش، باقي الاناره ما كايناش، باقي الاسباس فيغ باقي ما استمراتش. اذا اليوم كنقولوا بان اليوم الكورنيش على الرغم من الرداء ديالو كيخص اليوم يتم على الاقل الحفاظ عليه، لان اليوم النقاش كله في المدينه كيقول بانه هذا الشيء عار. ثانيا كنبغي نشكر سيد العمل انه اليوم كانت لديه الجرأة، نقول كلاما ماشي كنلوح الورود على شي واحد، اليوم كانت لديه الجرأة لانه يفتح الكورنيش. كان ممكن الكورنيش يبقى دائما مصور ويبقى كان عليه المحيط ديالو يبقى واحد عام ولا عامين ولا سنين، وبالتالي المدينه اللي كتضرر، ولكن كان جريئا استطاع انه يفتح هاد الكورنيش هذا اللي احنا كنطالبوا على ان دوزيام ترونش تخاد بعين الاعتبار. كنتمنوا حتى ايضا تروازيام ترونش على انها تاخذ بعين الاعتبار، وولاد البلاد كنقولوا ولاد البلاد يوقفوا على الشغل ديالهم. انا كمنتخب اليوم بطبيعه الحال كمنتخب ديال الساكنه هذا الشيء كندينوه وما كنرفضوه، ولكن كنرفضوه في اطار المؤسسات الدستوريه. بطبيعه الحال هذا الشيء خصنا نتصرفوا عليه بدا التقرير. كنتمنى على ان التقرير ديال السيد العامل يكون كذلك في ايجاب في هذا الموضوع، باش على الاقل هاد الورش هذا يمشي المدى ديالو في العمليه ديال الترافع ديال القدم. من العيب والعار على انه المجلس الاقليمي اللي مكلف بهذا المشروع يعني للعموم بان هذا المشروع سيكلف 2 مليار و160 مليون، ولكن ما تيعرفش بان السكن ديال اسفي ليسوا اغبياء، ان هاد الكذبات نطاوي عليهم. اللي لاحظنا ان هاد الزليج لا يليق حشومه، على انه كنمشيو لطنجه كنمشيو لاكادير كنمشيو كنلقاو كورنيش كنتشهاو يكون عندنا بحاله، وغتلقى الميزانيه ديال هذوك لي كورنيش تما اللي كاينين اقل ميزانيه من هذا. فكنتمنى على ان ماشي غيروا الجليج، المحاسبه اذا كان جطو يعني تيؤدي بالاخلال، الناس رؤساء الجماعات ورؤساء المجالس الاقليميه الى سجن الاخلال بمسؤولياتهم، فاحنا كنطالبوا بان المحاسبه. وانا المسؤولين على هذه المدينه كذوبهم كبير، وبنوا لي سطح بسرح فيه السلوكيه ديال الكذوب ديالهم.